شباب لا تنسون الشحن من متجر ذاكس اوكي، لانه سوى عروض وتخفيضات استثنائيه سواء لشحن لعبه كود موبايل فيما يخص السي بي. رابط المتجر اخليه لكم في وصف الفيديو بالاضافه الى التعليق المثبت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل متابعي قناة اندرويد 18. والله سهرت الليل صدقوني، نايم بس ساعة من الليل كله عشان اني احصل اللعبة، بالاضافة الى حملتها وشغلتها بشكل عادي بعد ما تعذبت وتعبت كتير. فاتمنى لايكاتكم منذ البداية للمقطع. اول شيء يا شباب، طريقة التحميل هي بسيطة جدا، وبالامانة هذا الاصدار هو العالمي الجزئي. فكيف راح تحمله؟ تدخل على متجر جوجل بلاي والمتجر اللي خاصك، بعدين تنزل الى كلير داتا او مسح لبيانات التطبيق، تضغط عليها وتمسحها الكل، وبعدين تعطيه. ثاني خطوه هي فورس ستوب او فورس لاري ان كان جهازك باللغه الفرنسيه. اوكي الحين تمام، تطلع من متجر جوجل بلاي، ترجع مره ثانيه وراح تذهب للتطبيق الفي بي ان اللي راح اخلي لكم رابطه في وصف الفيديو. راح اترك لكم اثنين، الاول مرفوع على ميديا فاير والثاني على موجود على المتجر. اوكي انت تختار اللي يناسبك. هذا راح تلاقي به عده سيرفرات انت محتاجهم، لانه اغلب الدول اللي تم الترخيص عليها هذا الاصدار العالمي موجوده، وهي استراليا، نيوزيلند، سنغافوره، ماليزيا، الفلبين، اندونيسيا، المكسيك، وايضا البيرو، الأرجنتين وكولومبيا. أنت تختار أي دولة من هدول الدول العشر، أوكي؟ تختار أي سيرفر من هدول الدول بس من هذا التطبيق أو من التطبيق الثاني أيضا اللي خبرتكم، راح أخلي لكم رابطه في وصف الفيديو. فقط تجاوز الإعلان وتحملوا بشكل عادي وطبيعي. الأول ما راح تلاقيه، أما الثاني فموجود على المتجر زي ما خبرتكم. هذا ما راح تلاقيه اللي أنا أشرح الحين عليه. مثلا راح نختار ماليزيا، تختار أي سيرفر بعد ما يفتح معك، تعطيه كونكت، تنتظر شوي من أجل أنه يتفعل. تمام، لما تصير العلامة معك صح بهذا الشكل خلاص. الحين احنا على دولة ماليزيا مشغلنا التطبيق، ندخل على المتجر نفتحه تقريبا هو كأول مرة يستخدم. حاول تستخدم جيميل جديد يكون موجود عندك، أو تسوي حساب جيميل جديد وتدخل عليه مباشرة. أوكي زي ما تلاحظون، تختار أي جيميل حتى إذا كان عندك قديم، المهم ما يكون جيميل أمريكي أو غيره. أوكي تختار أي جيميل أنشأته وموجود عندك سابقا، وبعدين تضغط عليه أكسبت. زي ما تلاحظون خلاص، يعني الحين فتح معنا مباشرة المتجر الماليزي. فراح نحمل مباشرة، نكتب اسم اللعبة، لأنه على المتاجر الأخرى ما راح يطلع لك، تكتب اسم اللعبة بس أنه هذا الدورة هذا الدولة مرخص زي ما تلاحظون. أوكي وتعطيه تحميل. حجم تحميل اللعبة يا شباب هو أكثر من 2.780 جيجا ميجا بايت، هذا حجم التحميل. أما بعد التحميل فأيضا في بعض البيانات ضروري أنك تحملها لما تدخل اللعبة. أوكي تنتظر شوي لأنه الفي بي ان ممكن يكون ثقيل شوي. وفي خطوة أخرى، هو يمكن أنك تلغي تفعيل الفي بي ان من أجل أنه يحمل معك بشكل سريع، لكن ضروري أنك تنتظر من أجل أنه يبتدي التحميل 1% أو 2% على أساس أنك تسحب وتقوم بإطفاء الفي بي ان، لكن ما تطلع من المتجر. أوكي حاول انك ما تطلع من المتجر، سوي الغاء للفي بي ان وبس من اجل انه يسرع معك التحميل. لما تدخل زي ما تلاحظون فمباشره راح يفتح معك ايضا تحميل ثانوي داخل اللعبه اللي هو بقدره 34 ميجا بايت زي ما تلاحظون بالضبط امامي. بعد ما تحمل ايضا هذا ال 34 ميجا بايت، في بعض التحميلات ايضا داخليه راح تلاقيها، وبعض الملفات راح تحملها ايضا تلاقيها في اللعبه لما يفتح معك اللوبي مباشره، واكيد انك تحملها بشكل تلقائي، من بينها ماب الارينا وبعض الاغراض الاخرى اللي ضروري انك تحملها. هذا هو التطبيق الفي بي ان الثاني اللي زي خبرتكم، هو موجود ايضا حتى على المتجر. تدخل عليه تختار اي دوله من الدول العشر اللي خبرتكم، مثلا انا اخترت سنغافوره، يمكن تختار سنغافوره ماليزيا، ولو اني حملت على ماليزيا لكن لما دخلت العب حولت على، المهم اي دوله تكون موفره عليها هذا الإصدار العالمي الجزئي. سنغافورة ودخلت اللعبة مباشرة فتحت معي ما عندي أي مشكل. أو تختار أي دولة من هدول الدول اللي هم أمامك أوكي العشرة وبس. لما تدخل في بعض خطوات أيضا ضروري أنك تعرفها،
فمباشرة لما دخلت زي ما تلاحظون فتحت معي اللعبة، وأكيد أنه لا تفتح اللعبة وأنت مشغل في بي إن، لا تحاول تفتح اللعبة وأنت مش مشغل في بي إن. تختار السنة أو الشهر اللي أنت تريده، المهم يكون أكثر من 18 سنة وبس، تعطيه أوكي كونتينيو وخلص راح تدخل. هنا في نقطة مهمة، أنت تضغط على كلمة مور وتختار جيست. هو في ايضا يمكن تشبك حسابك على اكونت اي اي، ولكن الحين والله ما انصحكم، خلونا نعطي مراجعه كامله للعبه بعدين، لانه حسابك ما راح يروح. ليش؟ انه يمكن تشبك لاحقا سواء على حسابك فيسبوك او على جيميل او حتى على اكونت اي اي. لكن اللي انصحك به انك لا تشبك حسابك الحين على فيسبوك، ما انصحك ابدا واطلاقا، لا تسوي هذه الحركه. اوكي، خلونا نعطي مراجعة كاملة وشاملة للعبة بعدين نفيدك إذا تشبك أو ما تشبك. أوكي، يعني ولا تتسرع، هذا اللي أنصحكم به. حاول تدخل جيست أو تدخل إلى عندك حساب آخر جيميل تريد تسجل عليه، سجل عليه عادي، ما عندك أي مشكلة. أوكي، هذه الخطوات بالنسبة للناس أيضا اللي ولا مرة لعبوا لعبة أباكس ليجند، فرح تفيدكم صدقني. حاول تطبق هذه الخطوات وحاول تفهم مبدئيا مضمون اللعبة وطريقة اللعب. أوكي، لأنه في مهارات أيضا، في بعض الأمور اللي ضروري أنك تعرفها، لهذا خبرتكم سابقا أنه بالنسبة للاعبي كود موبايل فرح يناسبهم ويساعدهم مضمون لعبة أباكس ليجند موبايل. ليش؟ لأنه تقريبا كل التفاصيل الموجودة بلعبة كود موبايل موجودة ب لكن بعدين راح نفصل في هذه الأمور. أيضا حبيت أعطيكم فكرة أنه هذه الجودة هي المنخفضة على لعبة أباكس ليجند موبايل. أوكي، فتصوروا معي الجودة الأعلى أو المتوسطة وغيره. المهم بهذه التفاصيل بعدين أيضا راح نشاركها معكم. الحين راح أترككم مع هذا المقطع يعني تسليكي من اللعبة، أوكي، من أجل أنك تفهم مضمون اللعبة وطريقة اللعب. أوكي، فيلا استمتعوا مع بقية المقطع. اسمي زي ما خبرتكم راح يطلع لكم بآخر المقطع، راح تشاهدون كيف كتبت اسمي بالنسبة للناس اللي تريد دز لي طلب صدقة. أوكي، يلا ونلتقي في الشرح والحلقة القادمة وفي مقطع ومقطعين أيضا بعد هذا المقطع إن شاء الله ربي يقدرني. بس أوكي، يلا لايكاتكم شباب واستمتعوا، سلام. First blood. Okay, don't get too excited. I mean, he barely moved. All right, come here and let's see what we got. It's kind of like a Tango Echo Fox Nebraska Fox. We're under attack. Oh, I really need to work on my military lingo. That's Wraith running away as usual. She's going indoors. As Bloodhound, you are great at sniffing out prey. Now get closer, use your Eye of the Allfather skill, and see what will happen. One throw of an Arc Star, and see? No more door. Just stick to me like glue. Let's go. Okay, another death box. Let's see what treasures she has. Ooh, a shield battery. Great for recharging your shield. Let's keep our shields and health up. I got a date after this. Looking good. All right, let's keep moving. Hi, friends. Whoa, whoa, heads up. Use your Eye of the Allfather to help us spot this bad guy. There they are. Send it out a decoy. You got bamboozled. This is a match point. Let's win or die trying. Get ready. It's zipline time. Get your ultimate.
cleared. Time to bring back our teammate. Right now, grab his banner, and let's get him back in the game at the respawn beacon. Hopefully he can get us out of here. Here I come, back from the sky. Now looks like our ride is here. Who's ready to fly on a zipline? I am. Follow me to victory. Catch, rookie. How about you tell me your real name? Welcome to the Apex Games. Mirage here. I know, but, you know, why don't you hold your applause while I give you the Hall of Legends Grand Tour. Hey, it's Octane. You're gonna want this Daredevil- Need to go! Some assembly required. The day is mine. Alright, you ready for this? Of course you are. Start your first match and become a true legend. If you would like to get exclusive content updates, previews, and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.